حماية وزير لأجل مصالح وتكسبات انتخابية يعتقدون فيها أنهم بينجحون. لا، يمكن يستغرب البعض أن كلمتي مو للوزير، للنواب. أنا كلمتي مو حتى للنواب، أنا كلمتي للناخبين. أنا أكلم الناخبين. اليوم يومكم. الناخب مو معقول قاعد يتحلطم بتويتر ويتحلطم ببيته، وإذا جاء وقت الانتقام يطوف ويقول يا ابن عمي، يا معضدي، يا راسي، يا ما أدري شنو، يا ابن قبيلتي، يا ابن كذا، ويتكلم لي بالإصلاح، وبعدها ثاني يوم يتكلم لي 24 معارض. وقت الانتخاب يا ابن عمي، يا ما أدري شنو، يا جاري، لا 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 لا. أنت مسؤوليتك يا ناخب اليوم إذا ضر عيالك وخلى بنتك كلية شريعة 5 سنين قاعدة بالبيت، راح تعرف من اللي دافع عن بنتك كلية الشريعة 5 سنين؟ من اللي دافع عنها بحق ومن اللي ما يدافع عنها بحق؟ من اللي دافع عنها لما جاء وقت الحق ومن اللي وخر يوم جاء وقت الحق واتضح انها كلها جعجعة في طحين؟ الموجهين الفنيين راح تعرفون من اللي امس كانوا يغردون يدعمونكم ومن اللي اليوم بيوقع. موجهين فنيين لليوم ما عندهم اعتماد، كل قراراتهم معرضة للبطلان. لذلك يا موجهين فنيين، الكلام أمس الشكر غير واليوم غير. يوم يومكم. جمعية معلمين 70,000 معلم، كل أطياف المجتمع بكل تنوعها بكل أفكارها قالت ما يصلح يا جماعة، هذولي أهل المهنة، هذولي أهل الكار، ما يصير بعد ما تكون لهم رأي تأخذونها وتقول لك الوزير صرح. الوزير رد، أتحدى واحد يعطي ثقة للوزير ويقول الوزير رد أنه صرح ولا يغرد، والله لن يغرد. ويقول شنو الوزير رد فيه؟ والله لن يغرد. ويقول الوزير رد في هالنقطة هذه، لأنه يعلم أنه لو غرد وقال الوزير رد في النقطة فلانية أنه بتويتر يشلخونه، بتويتر يعلمونه الحق، لكن راح يخافون، ما راح يتكلمون.